السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته. معكم أخوكم دكتور فارس بن راشد بن سالم الحجري، مواطن من سلطنة عمان. ارتفاع ضغط الدم والعلاج بالماء الساخن، هناك ترابط كبير جدا بين العلاج بالماء الساخن والحد من ارتفاع ضغط الدم. وإذا أخذنا مثال أن مضخة ومن ثم في أنبوب، وهذه المضخة تقوم بعملية ضخ المياه عبر الأنبوب على سرعة معينة، انخفضت سماكة الأنبوب وبالتالي هذا يؤدي إلى زيادة ضغط في المضخة، بحيث أن نفس عملية ضخ المياه بداخل الأنبوب على نفس السرعة ونفس الكثافة، فهذا يؤدي إلى زيادة الضغط على المضخة وبالتالي ممكن يؤدي إلى ضرر في المضخة. وهكذا بالنسبة لقلب، وظيفة قلب الإنسان بضخ الدم بداخل الأوعية الدموية من القلب إلى الوصول إلى الخلايا عن طريق الدورة الدموية، وبالتالي ظل هي دقة القلب بين 60 إلى 100 دقة في الدقيقة الواحدة. إذا زادت نبضات القلب وهذا يؤدي إلى ارتفاع ضغط الدم لأسباب كثيرة. الدم يحتوي على نسبة معينة من الدهون، ليبيد. الدهون هي ناتجة من المواد الدهنية، وبالتالي تقوم أنزيمات في عملية تكسر هذه المواد الدهنية إلى أعماض دهنية، وبالتالي تتواجد بداخل الدم، ومن ثم كسر هذه الأحماض الدهنية إنتاج الطاقة للخلايا. وإذا وجدت أن الذبيحة، سبيل المثال عندما تذبح ذبيحة، عندما يخرج الدم بعد فترة قليلة، بعد ثواني مباشرة يتجمد الدم. لماذا؟ لأن حرارة الدم الإنسان أو حرارة الدم بشكل عام هي تعادل تقريبا 40 درجة مئوية، يعني ساخن، ونتيجة لوجود نسبة معينة من الدهون. إذا تعرض الدم إلى الجو بارد وتتجمد هذه الدهون، وبالتالي الدم تجمد نتيجة نسبة الدهون اللي فيها. طيب، ما هو الكوليسترول؟ هناك نوعين من الكوليسترول، الكوليسترول السيء والكوليسترول الجيد. الكوليسترول السيء هي الطبقة الدهنية تتجمد بداخل الأوعية الدموية، أما الكوليسترول الجيد هو كوليسترول نافع موجود في الدم، تقوم الأنزيمات في عمل كسرها وإنتاج الطاقة للخلايا. أما الكوليسترول السيئة، لماذا تتراكم هذه النسبة من الدهون؟ كما ذكرنا في موضوع الأنبوب، أو حتى سبيل المثال في المجاري، المجاري تجد أن الأنبوب بالتحديد مثلا في المطبخ، تجد داخل الأنبوب طبقة دهون تتجمد وتزداد هذه الطبقة الدهون داخل الأنابيب، وبالتالي تؤثر على جريان المجاري بشكل سليم. هكذا بالنسبة لدم الإنسان، عندما تتجمد هذه الدهون لفترة معينة، بعد فترة كلما زادت سماكة الدهون بداخل الأوعية الدموية، كلما هذا يؤدي إلى زيادة الضغط على القلب، وهذا ما يؤدي إلى ارتفاع ضغط الدم. أي ارتفاع ضغط الدم هو نتيجة عدم مرور الدم بداخل الأوعية الدموية بشكل سليم كما هو ينبغي، لأن انخفضت نبضات القلب بمستوى عنا اللي هو معتد عليه، وبالتالي يؤدي إلى ارتفاع في ضغط الدم. كيف ممكن تخلص من هذه المشكلة؟ إنسان عندما يمارس الرياضة تتمدد الأوعية الدموية، يسمى vasodilation، أو إنسان إذا تعرض للشمس أو تعرض الحرارة تتمدد الأوعية الدموية، إخراج حرارة زائدة عن الجسم عن طريق التعرق والأخرى. أما عكس ذلك، إذا الإنسان تعرض إلى جو شديد البرودة يحصل vasoconstriction، تضيق في الأوعية الدموية حفاظا على الحرارة داخل الجسم، حتى الجسم ما يفقد حرارته، يحافظ على سخونة الدم وسخونة جسم الإنسان. الطبقة الدهنية التي تتجمد نتيجة لأسباب عوامل بيئية والنظام الغذائي والمشروبات شديدة البرودة، كمياه شديدة البرودة، مياه المثلجة، هذه كلها تؤدي إلى تبطؤ في الدورة الدموية. حرارة الدم تنخفض نسبة معينة تؤدي لهذا التراكم الدهون،
هذه الدهون مهما كان الانزيمات تحاول عملية كسرها لإنتاج الطاقة للخلايا، لكن تتراكم هذه الدهون بداخل الأوعية الدموية شيئا فشيئا، بعد فترة يؤدي إلى ارتفاع ضغط الدم. مع الالتزام الشامل الكامل للبرنامج المحدد لطريقة تناول الماء الساخن كما حددنا مرارا بما يعادل 3 لترات من الماء الساخن، طبعا تزداد الكمية مع عوامل كثيرة مثل الرياضة والعمر والبيئة وإلى آخره، لكن المعدل هو 3 لترات للكبار ما حددنا مرارا. وبالتالي إذا الإنسان لابد أن يواظب على هذا البرنامج وللفترات المحددة، يساعد على الحفاظ على الدورة الدموية من حيث أن عملية النقل الحرارة من الماء الساخن معدل 50 درجة مئوية تقريبا، وجسم الإنسان حرارته تقريبا 36.5 إلى 37 درجة مئوية، هي العملية الوحيدة في نقل الطاقة بالترطيب من الماء الساخن إلى الجسم، وبالتالي حفاظ على سماكة الأوعية الدموية وإبقاء يعني سميك، وبالتالي مساعدة عملية الدورة الدموية بشكل سليم. وهذا واحد. ثانية، بلازما الدم يتكون من نسبة 92% ماء. إذا قلت كمية الماء المحددة في داخل الدم يؤدي إلى زيادة نسبة الدهون فيها، وهذا يؤثر كذلك على الدورة الدموية، مما يؤدي أيضا إلى ارتفاع ضغط الدم. لذلك وجد بأن ارتفاع ضغط الدم مرتبط أيضا بالإصابة بالكوليسترول، ارتفاع نسبة الكوليسترول عن المعتدل به، الكوليسترول السيء أو الـ LDL. ولهذا الالتزام ببرنامج بالماء الساخن يساعد الأنزيمات في عملية الحفاظ على العناصر المغذية التي تعتمد عليها الأنزيمات، وهي مكونات أساسية موجودة في الماء الساخن في إتمام عملية كسر أحماض الدهنية لإنتاج الطاقة للخلايا، وبالتالي للحد من كمية الدهون الزائدة تخلص منها داخل الأوعية الدموية. وبهذا مع فترة تقلص هذه السماكة الدهون بداخل الأوعية الدموية، وبالتالي يعود الشخص المصاب بارتفاع ضغط الدم إلى وضع طبيعي بعد فترة من الالتزام ببرنامج محدد لطريقة تناول الماء الساخن. أيضا العلاج بالماء الساخن علاج فعال، له فعالية في كثير من الأمراض. هذا فقط جانب واحد، هي جانب الجسدية، هناك جانب العاطفي والعقلي والروحي. هذه الحلقة فقط أردنا أن نختصرها فيما يتعلق بفوائد العلاج بالماء الساخن وفوائده الصحية والعلاجية للحد من الإصابة بارتفاع ضغط الدم والحفاظ على مستوى ضغط الدم وإلى مستوى طبيعي. يرجى التكرم بالآتي: تسجيل اشتراكك بقناة اليوتيوب الخاص للدكتور فارس الحجري، نشرها على الآخرين ليستفيدوا كذلك، تسجيل ملاحظاتك، تسجيل تجربتك، فهناك الكثير ممن يؤمن بتجارب الآخرين. والسلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته. مع السلامة.